كان شاشة اليوم هيلعب ماينكرافت، هتمتوا لي انت على الشاشة، هعمل هعمله قدامكم. ماي وورد هسميه، هسميه السيرفر ابراهيم ابراهيم. اوكي شباب، هذا السيرفر اللي هيكون كتير حلو، فلهلا رح احطه بيسفل، لانه رح احطه بيسفل ما بعرف، لانه رح نبلش نحن ما بعرف شو. خلينا نحطه نورمال، نورمال هاي مليحه نورمال. فرح نبلش نكتب بلاي قدامكم، عملت العالم. هلا بيقول لي انت مش ضايف مودات، وانت مش ضايف مودات، وانت مش بس نفوت على السيرفر بشوف انه انا مش ضايف مودات. لحد انا ضايف مودات، خيي ضايف لي اياهم كثير، خيي اسمه يوسف ضايف لي كل المودات، كل المودات اللي كانوا هنيك، بس انا ما عرفت له الصراحه. اي صح، ما بعرف اذا التشانك بعده، بس رح اقلل التشانك فيديو. اي صح بعده. لا جد اللعبة بتعلق اليوم. شو طلع لي؟ شو هاد؟ ريد ستون، ريد ستون. شو هي ريد ستون الصراحة؟ ريد يعني ريد ستون، ريد ستون حجر أحمر. شو غريب ريد ستون دست. أوه بيكاكس من أول السيرفر، بيكاكس بيكاكس بيكاكس. مكتبة، يلا باخذ المكتبة ما عندي مشكلة. بس انا بدي سيف. اوه ايرون، اول حبة ايرون بسبب انترو تيتان. لا عن جد الاشيفمنتس ما بيمشوا معي ابدا، الاشيفمنتس ما بيمشوا ابدا ابدا ما بيمشوا. بقول لك كسر لك بلوك. فحمة، شو بفوز بالفحم؟ بطبخ شوية بس مش بفوز بشي. ايه صح صح، انا ايزن بس لا بس لا اذبح هذاك الخروف. شوف انا شو عم بقصد بيه، ضيف انا مودوت. شايفين شو بطلع لي؟ اول شيء اللحمة والصوف على طول بيطلعوا، بس البون وهذاك الشيء ما بعرفه الصراحة. هذاك الشيء الابيض هون، هيدا ما بعرفه شو اسمه. صراحة أنا ما بعرف شو هيدا أبدا، ما بعرف. بس أنا اللي بعرفه ملك بنقدر نعمل دروع، تخيلوا دروع من البون ودروع من الديرت. رح نبلش نحنا من الدروع من الديرت، بس لقيت هاي. أوكي شو هاد؟ تشيكن بون. أنا شو بقص بالتشيكن بون؟ ما بعرف عن جد. أوكي نكسر لي انا بدي اتصل على اللاب اللي عملنا فول، يوم اللي عملنا فول ارمور دير. ما بعرف ليش بس رح عملنا فول ارمور دير. انا مش ليش بدي اعمل لي فول ارمور دير؟ بقدر اعمل لي فول ارمور من قبل الصوم، فول ارمور من كل شيء، بس دير بعد شيء دير يعني. ما بعرف ليش بركب فوز على الدير كثير بهاي السلسلة، بركب نقدر نعمل أشياء منه كثير ما بعرف. خلي قال لي إنه نقدر نعمل منه أشياء كثيرة، ف رح صدقوا رح جمع 30 نص ستاك دير. شو رأيكم بالإنترو الجديد اللي أنا ضفته؟ يعني بس لبلش الحلقة ضفته للإنترو، وصراحة أنا اللي عملته غلط، أنا اللي عملته، بس خلي ضاف لي المودات لكو. قيموا كل شيء اللي انا عملته، يعني قيموا المودات اللي خيي ضاف لي اياها. صراحة المودات حلوين. اول شيء كده شيء، بس لفت على المودات شوي بتلقلق، بس بتضل المودات حلوين. واخر شيء اوكي، لما انا بكون هيك ضايع بالصحراء وبيتي يكون كتير بعيد، بقدر اروح لوين؟ في شيء اسمه واي بوينت. واي بوينت، هيدا الواي بوينت بقدر اسويه. ف ما ايه جنريتر
كولكشن جنريتر الصان. غرفة من لك بلوك راح كسر هاي. هاي لعيون يوسف. اوه درع. شباب هذا سكني سكني. خلاص فهمنا التشانك تشانك تشانك. ايه اكستون. واو طوب طور. واو ماي بيكاك. لقيت شيء اشياء وطلع لي شيء تاني. قلت اي شيء طلع لي شيء تاني. بس صراحة شيء ليك بس ليه منطقة حلوة للايش. برجع لكم اوكي شباب. ليك هاي المنطقة حلوة. كسرت لي انجد والله كسرت لي هاي البلوك. والله اقسم بالله كسرت لي هاي البلوك. كنت لحظة طلع لي هاي دي. بس هاي الصنارة ما بعرف قلت لكم. بس صراحة في شوية لاك بالسيرفر. والله كسرت لي لاك بلوك طلع لي هاي. والله انا بحلف والله. اوكي شباب شباب هون في كتير اشياء. لحظة افرجيكم تشوفونا. اول شيء نحط لي كارتين كود يطلع لنا اشيفمنت. ترى ما خلص لي بالاشيفمنت. اوه سامونر. شكلي شوي عرفني شو هاي السامونر وهيك اشياء. شو هاي تغير بوت كول اند ايرون. شو بنقدر نعمل بهذا الكول اند ايرون. تاست بلاي وزين هلمت ليجينز لانترن. شو هيدا انت سوارت. اشياء دول ممكن نعملهم بالمستقبل. ممكن نعملهم بالمستقبل. من بوتش الديرت. بوتش الديرت فول ارمور ديرت. فول ارمور ديرت. صح الشباب انا لقيت هاي منطقة كتير حلوة للايش. فراح بلش اعمل لي اشياء الخاصة هون. هبي لي هلا انت رح تروح على منطقتك. انت رح تضيع منطقتك. رح اقول لك لا يا حبيبي ما رح ضيقها. حبيبي انت كيف رح تضيقها؟ هلا بقولكم كيف. انا بس لاعمل شستين. حط هون الشستين. شست وشست. ايه على الطريق انا قلت لي شوية بقر. ما بعرف ليش بس يلا قلت لي شويه بقر. لانه مركي بوز شويه بقر فجمعت لي شويه بقر يعني الطريق بطريق يعني ما في شيء كان بطريقي. فجمعت لي شويه بقر راح نحطها. اوكي هيا بتقولوا لي شو هاي علامة الزائد اللي فوق. واي بوينت. اكتب هون H O M E. يعني اكتب هون 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 صار بيتي. يعني مش يعني مركب المستقبل بنغير بيتنا. بس لا ما عنا بيت. فاحنا نعرف بيتنا الاول. شو الاولي كريبر. رسما كريبر. انا بحب الكريبر. فبليز يا زومبي كل محترم وموت. ايه طيحلي طيحلي كومون لود باس. هذا اللي كنت بصار يكون اياه. طلع لي كوكي. ابص الكوكي. صراحة انا ما بعرف اذا بقول كيف بس لحقت لهذا الخروف. حتى اعمل لي سرير. موت له خروف. ما بعرف ليش حطيت له خروف بس يلا. كأنه ما عملش الخط. ترى شيء بتسميه لي كتير كومون لوت باك. بس ودي لكم شيء. بس من الوحوش يطلع لي لوت باك. شيء تاني ما بيطلع لي لوت باك. اضرب ارزع. نب اضرب ارزع. نب اضرب ارزع. شو هيدا شو هيدا شو هيدا. كومون كومون كومون. هنفتح هيدا سرير.
انت جمالي سرير سرير وقارب. ما بدي قارب حكمهم مؤقتا. نعم هيدي اول قلنا نومي قلنا بالسيرفر. هون في وحوش كتير بيجي. وانا كنت قايلة بس خجل. تعا تعا ولا تعا فكروا انا خايف منك. تعا مش خايف منك ليش. هذاك طيح لوت. هذا طيح لوت باك ما بعرف شو طلع لي. طيب طيح من لوت باك. طيب انا محشور انا محشور. انا غطيت كل شيء بس بدي افتح هاي. اوكي شباب اخذ هول بعد ما تعرفوا ليش اسمه رابر تري سابلينج. دي زقن هون في مورد اسمه رابر. هيدا هيدا اقوى. ما بعرف مين اقوى بس انا ضايف موت كل شيء كل شيء. نكبس على الزائد نكبس هون يقعد البورد التوهم. طب هاي ما بيعتبر غش بلادة. بتقول لي حد ما تري لي. انا بفكر فيه ما تري لي. انا قاعده بفكر فيه. لو هذا الشيء انا قاعده بفكر فيه هذا بيكون شيء اسطوري. ما تقول بلوكت ايرون. كيف تبني هاي بلوكت ايرون؟ من المونستر سبونر كده اجي. بس كيف اجاني هذا؟ ما بعرف الصراحة والله ما يأثر. حصل شي حلو. حصل شي حلو. ابي طلع لي هذا بيتروت. طلع لي ايرون. الايرون بدي ايه اخده اشرة. سرير مش اي سريرين. اوكي اشياء كتير حلوة. بس صراحة اكتر شيء عجبني هو اكتر شيء عجبني هو الايرون. اوكي شباب في شيء حلو عندي انه عندي عندي اشياء كتير حلوة. اوكي هلا بدي اعمل لي بيت صغير قدامكم يعني من الدرت. لحظة مالي كمية حلوة من الدرت برجع لكم. وهنيك في زومبي شايفه عم يحترق بس ما اروح له. فلا بس جمالي كمية دارت محترمة برجع لكم. اجي شباب جمعت لي كمية محترمة بس ما بعرف من وين اجوا لي هدول السيدز. راح شي غريبة بيحصل بالسيرفر. ما بعرف من وين بيجوا لي السيدز. اوكي هلا هون رح يكون بيتي بس بام. لا لحظة 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 انا بدي ستاك يضلوا معي. رح بلش ابني بالبيت. هيك رح يكون مليح البيت. صراحة ما بعرف بس هيك مليح البيت. صراحة في فيديوهات ما بيطلع صوتي فيها لانه كل مريض شوي صوت او يكون مش مقلي صوتي. لا يكون الجيران نايمين مثل هلا الجيران نايمين. اوكي شباب اللي بيقول لي انت على مكعب هذا الفيديو عم بتطوره. هيدا انا عم بصوره الساعة 3 الساعة 3 ودقيقتين بتوقيت لبنان. 3 ودقيقتين بتوقيت لبنان. ما بعرف متى رح ينزل. فاللي بيعرف متى رح ينزل يكتب لي تحت. ما يبخل وما تبخلوا لي بزر اللايك وتشتركوا بالقناة. رح بركي هاي الكمية المحترمة دارت ما حتكفي. ما بدي صيد. ما بدي انا ما بعرف صيد. ما بدي صنارة. انا بدي شي تاني. يلا بياخدوا اهم شي صنارة. صنارة واو. جابولي سيارة بس. جابولي صنارة قال. حياتي ما شفت لاكي بلوك. واو انا عندي صنارة. حياتي ما شفت واحد عنده لاك بلوك هيك. بس انا فيو الحمد لله ما اصطبت.
عصبت كسرت الجهاز اساسا. في انا رفقات ما بحب، عندي رفقات ما بحبهم، في واحد انا بحبه كتير راح اقول اسمه واسف اذا كان عم يحضر، بس اسمه محمد عباس، انا كتير بحبه صراحة، يعني هو رفيق مليح وانا بحبه كتير لانه بنلعب نحن على طول بنلعب، يعني في صداقة بيننا من زمان، كان صداقنا صداقة بيننا من زمان من زمان، ما بعرف من متى بس من زمان، كان نحن صديقين من زمان، فأنا عشان هيك بحبه. وفي صديق أنا ما بحبه بس أنا ما بدي أذكر اسمه عشان الأشياء الشخصية، ما بعرف ليش بس عشان الأشياء الشخصية، وكمان رفعت هذا الشيء اللي كنت كمان مزعج وحشور وضربته اكتبوا تحت بزر التعليقات، يعني اكتبوا تحت التعليقات مين هيدا هو، مين هو محمد، يعرف مين محمد ميركي يعرف، بس ميركي بيعرف هذا، كان هذيك المرة بدي يكسر له عيده ولا فيه، بس هو يعني شو اسمه، أنا ما بش أبكي عن أشياء شخصية، بس ياسر شخصية أكثر أشياء شخصية بيني وبينه يعني، بس أنا خير أساسا هو مش عامل واحد مش عاملين معه مشكل في المدرسة حتى طمني رفيق، أنا بعمل معه مشكل برجع أتصالح معه، بعمل معه مشكل برجع أتصالح معه، وآخر شيء ما عاد بتصالح معه. مين هو؟ سؤال الحلقة، مين هو؟ اوكي شباب ما بروح نام، وين السرير؟ انا بي انا هالحكي بيه انا جبت اسمع الحركة، لا جايكم شي بكرة بطوع قناتي لانه رح تشوف اللوجو متغير، ف هي كان حلقتنا اليوم، ومركب بنزل بعد حلقتين، ف باي باي.